بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات، النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع الشائعات الكثيرة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأيام بخصوص الأبحاث والامتحانات. بالنسبة لصفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثالث الإعدادي، وعن امتحانات طلاب الصف الأول والثاني والثالث الثانوي العام، وعن امتحانات الصف الثالث الفني الدبلومات. هنتكلم عن كل مرحلة ونتعرف على الشائعات والحقائق. واحد، بالنسبة لصفوف النقل من الثالث الابتدائي إلى الثالث الإعدادي، الشائعة إلغاء الأبحاث واعتماد نتيجة الترم الأول. الحقيقة إعداد المشروعات البحثية بواسطة الطالب أو مجموعة من الطلاب، وفي حالة اجتياز الطالب بنجاح للمشروع البحثي يحصل على الدرجة النهائية المخصصة لكل من مواد الفصل الدراسي الثاني وتضاف لدرجات الفصل الدراسي الأول. وإذا الطالب لم يقدم البحث أو البحث لم يقبل لعدم استيفائه الشروط، الحل البديل دور ثاني، يدخل الطالب امتحان تقليدي في كل المواد قبل بدء العام الدراسي الجديد. 2، بالنسبة للصف الأول والثاني الثانوي العام، الشائعة استبدال الامتحانات بأبحاث أو إلغائها واعتماد نتيجة الترم الأول. الحقيقة الامتحانات إلكترونية من المنزل وفقا للجدول المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم. الحل البديل دخول امتحانات دور ثاني قبل بدء العام الدراسي الجديد. 3، الصف الثالث الثانوي العام، الشائعة إلغاء الامتحانات والقبول بالجامعات بنظام القدرات. الحقيقة أداء الامتحان في لجان مؤمنة ومعقمة حسب الجدول المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم. الحل البديل دور ثاني بنصف الدرجة في موعد يحدد لاحقا أو إعادة السنة بالنظام المعدل. 4، بالنسبة للصف الثالث الفني الدبلومات، الشائعة إلغاء الامتحانات وتبديلها بالأبحاث. الحقيقة أداء الامتحانات في لجان مؤمنة ومعقمة حسب الجدول المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم. الحل البديل هو امتحان دور ثاني أي ملاحق. الخلاصة أن البحث شرط أساسي لنجاح الطالب للانتقال للصف الأعلى، ومن يتخلف عن عمل البحث يدخل امتحان الدورة الثاني لكل المواد أي الملاحق. امتحانات طلاب الصف الأول والثاني والثالث الثانوي العام في موعدها ولا تأجيل. امتحانات الصف الثالث الثانوي الفني الدبلومات في موعدها ولا تأجيل. وأكد السيد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن إجراءات الوزارة لتقييم الطلاب في ضوء الظروف الاستثنائية الخاصة بجائحة كورونا كما هي لا تغيير فيها ولا تعديل. ملحوظة نخلي بالنا يا شباب من الكلمة اللي هنقولها دلوقتي، ممكن تكون كلمة صعبة ومحدش عارف معناها. نعرف معناها مع بعض. معنى كلمة جائحة التي جاءت في كلمة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، معنى جائحة في اللغة كلمة جائحة جمع جائحات أو جوائح، ومعناها داهية مصيبة. معنى سنة جائحة أي جدبة غبراء قاحلة. معنى جائحة في الاصطلاح ما أذهب الثمر أو بعضه من آفة سماوية. أتمنى أكون قد وضحت لكم الحقائق والبدائل كما أعلنتها وزارة التربية والتعليم. ولمعرفة أي أخبار الرجاء تحري الدقة قبل نقل الأخبار، ولابد من أخذ الأخبار من مصادرها الحكومية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. مع تمنياتي بالنجاح والتوفيق.